السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الدرستات للسنة أولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية وأيضا شعبة العلوم الرياضية اللي هو التركيز والمحاليل الإلكترونيتية. الجزء الأول اللي غنتعرفوا عليه في الدرس هو الجسم الصلب الأيوني. يتكون جسم الصلب الأيوني من أيونات موجبة اللي كتسمى الكاتيونات وأيونات سالبة اللي كتسمى الأنيونات، متراصة بمعنى متقاربة فيما بينها في ترتيب منظم يسمى البلور. بالنسبه لجسم الصلب الايوني فهو متعادل كهربائيا لان العدد ديال الشحن الموجبه يساوي عدد الشحن السالبه. مثلا الا كان عندنا واحد الجسم فيه ثلاثه الشحن الموجبه غيكون فيه ايضا ثلاثه الشحن السالبه، باش كتولي عندنا زائد 3 ناقص 3 كيساوي 0، يعني متعادل كهربائيا. كذلك جسم الصلب الايوني كنرمزوا ليه بواحد الصيغه اللي كنسميوها الصيغه الاحصائيه. فمثلا الا كان عندنا واحد جسم صلب ايوني فيه الايونات الموجبه اللي هي اكس ا بلس وايونات السالبه اللي هي ايكغيك بي موان، الصيغه الاحصائيه كتكتب على الشكل التالي: اكس بي ايكغيك ا، اكس تحت منها عدد الشحن السالبه اللي هي بي، ايكغيك تحت منها عدد الشحن الموجبه اللي هي ا. مثلا غناخذوا ايون كلور الالومنيوم. كلور الالومنيوم كيحتوي على ايونات الموجبه اي 3 بلس وايونات السالبه سي ال موان. ملي غنبغيو نكتبوا الصيغه الاحصائيه ديال كلور الالومنيوم كنكتبوا على الشكل التالي: دائما كنبداو بالايون الموجب اللي هو ال، تحت منه كنكتبوا العدد ديال الشحن السالبه. عدد الشحن السالبه كاين واحد ناقص اذا ما غنكتب والو، كنتبع ليه الايون السالب اللي هو سي ال ناقص، عفوا ماشي او، سي ال ناقص. اذا كنتبع ليه سي ال ناقص، ثم تحت من السي ال كنكتب عدد الشحن الموجبه. عدد الشحن الموجب هو الموجبه هو 3. اذا هذه هي الطريقه باش كنكتبوا الصيغه الاحصائيه. كاين مثال اخر، مثلا كبريت اكسيد الحديد الثالث اللي فيه اف او 3 بلس و او 2 موان، 2 ناقص. ملي غنكتبوا الصيغه الاحصائيه ديالو كنبداو دائما بالايون الموجب اف او، تحت منه كنكتبوا عدد الشحن السالبه. عدد الشحن السالبه هو 2 لان عندنا 2 ناقص، كنتبعوا ليه الايون السالب اللي هو او، تحت منه كنكتبوا عدد الشحن الموجبه اللي هي 3. اذا دائما عدد الشحن الموجبه كتكتب تحت من الايون السالب، عدد الشحن السالبه كتكتب تحت من الايون الموجب. كنتمنى الفكره تكون واضحه. في السلسله الثمانيه غتشوفوا امثله اخرى. ندوزوا المثال الاخر اللي هو كلور الصوديوم. اذا هذا عباره عن بلور فيه الايونات اللي هي ان ابليس ايونات موجبه والايونات السالبه اللي هي سي ان ناقص. الصيغه الاحصائيه ديالو دائما قلنا كنبداو بالايون الموجب اللي هو ان ا، تحت منه كنكتبوا عدد الشحن السالبه. عدد الشحن السالبه كاينه واحد اذا ما غنكتب والو، كنتبع ليه الايون السالب اللي هو سي ال، تحت منه كنكتبوا عدد الشحن الموجبه. عدد الشحن الموجبه كاينه واحد زائد اذا ما غنكتب والو. اذا الصيغه الاحصائيه تكتب على الشكل التالي: ان ا سي ال. بالنسبه لهذا بلور كلور الصوديوم النموذج ديالو المنفصل كنعبر عليه الشكل التالي: هاد الدقائق اللي بالاخضر هي سي ال ناقص هي الانيونات، وهاد الدقائق اللي بالازرق هي ان ا بلس هي الكاتيونات. وكاين كذلك النموذج المترص، يعني النموذج اللي كيكونوا فيه هاد الايونات متقاربه، هادو اللي بالاخضر سي ال موان وهنا اللي بنفسجي ان ا بلس. اذا اول ملاحظه كنلاحظوا انه في جسم صلب ايوني تكون اشاره شحنه كل ايون مخالفه لاشاره شحنه الايونات المجاوره له. مثلا الا خدينا هاد ان ا بلس، شوفوا معايا هذا على اليسار ديالو كاين السي ال ناقص يعني كاين شحنه سالبه، على اليمين ديالو كاين السي ال ناقص كاين شحنه موجبه، قدامه كاين السي ال ناقص، ثم تحت منه كاين السي ال ناقص. اذا كتلاحظوا بان هذا الايون الموجب دايرين به غير الايونات السالبه. كذلك الا خدينا هذا السي ال ناقص هذا، على اليمين ديالو كاين ان ا بلس اللي هي شحنه موجبه، قدامه كاين ان ا بلس اللي هو موجب، ثم تحت منه كاين ان ا بلس اللي هو موجب. اذا اي الايون السالب كيكونوا دايرين به غير الموجبين، والايون الموجب كيكونوا دايرين به غير الايونات السالبه. اذا هدف الجسم الصلب الايوني. كذلك ان هاد الايونات هذه كاين بيناتهم ما يسمى بالتاثير البيني الكهربائي، وهاد التاثير البيني كاين جوج ديال الانواع، كاين التجاذب وكاين التنافر. بالنسبه لهاد الايونات هذا فهو كيتميز بطابع تجاذبي، يعني كيتجاذبوا فيما بينهما، وبالتالي كيخلي ان ذاك الجسم الصلب الايوني كيضمن ليه التماسك، كيخليه متماسك. اذا ما بين ان ا بلس و سي ال ناقص كاين واحد التاثير بيني، هذا التاثير بيني عباره عن تاثير تجاذبي، يعني ان ان ا بلس كتجبد سي ال ناقص و سي ال ناقص كتجبد ان ا بلس. هذا التجاذب اللي بيناتهم هو اللي كيخليهم انهم كيكونوا مترصه، كيكونوا ملاصقين، كيكون متماسك فيما بينها. اذا هذا بالنسبه لجسم الصلب الايوني. دابا غندوزو للفقره الثانيه اللي هي الجزيئات القطبيه. قبل ما نعرفوا ما مقصود بالجزيئات القطبيه لابد اولا من الاشاره الى الكهروسلبيه. فالكهروسلبيه هي ميول ذره هذا العنصر لجذب زوج الرابطه التساهميه التي تكونها مع ذره اخرى. السنه الماضيه في الجدعه المشترك العلمي شفنا بان الجزيئات مثلا اللي كتكون بجوج ديال الذرات ممكن انها تكون بيناتها واحد الرابطه التساهميه. الرابطه التساهميه شنو معناتها؟ ان مثلا كتجي
واحد الذره كتجيب واحد الالكترون، الذره اخرى كتجيب الالكترون، كيشدو دوك جوج ديال الالكترونات كيشركوهم بجوج. ملي كيشركوهم بجوج كيعطيونا ما يسمى بزوج الكتروني او الرابطه التساهميه. هذاك الزوج اللي كيكون بيناتهم بجوج وحده فيهم تقدر تجر لعندها اكثر من الاخرى، هذيك اللي كتقدر تجر داك الزوج لعندها هي اللي كتكون اكثر كهروسلبيه. باش كنعرفوا حنا اكثر كهروسلبيه كنعرفوها من خلال هذا الجدول الدوري. فمن خلال هذا الجدول الدوري عندنا اولا بالنسبه لهاد الخطوط الافقيه هذه كنسميوها الدورات، هذه الدوره الاولى وهذه الدوره الثانيه وهذه الدوره الثالثه. بالنسبه لهاد الدوره تتزايد كهروسلبيه من اليسار الى اليمين في الجدول الدوري العناصر الكيميائيه. مثلا الا خدينا في الدوره الثانيه بغينا نقارنوا او مع الكربون، او كاينه على اليمين و سي كاينه على اليسار، اذا هنا الذره ديال الاكسجين عندها كهروسلبيه اكبر من الكربون. اذا هادو اللي على اليسار، هادو اللي على اليمين عفوا، عندها كهروسلبيه اكبر من اليسار. نفس الشيء مثلا بالنسبه للكلور والكبريت اس، الذره ديال الكلور عندها كهروسلبيه اكثر من الكبريت. كذلك بالنسبه لهنا هادو كنسميوهم المجموعات، اذا هذه مجموعه واحد مجموعه جوج ثم مجموعه ثلاثه الى غير ذلك. بالنسبه للمجموعات تتزايد الكهروسلبيه من الاسفل الى الاعلى، يعني ان هادو اللي لتحت عندهم كهروسلبيه اقل واللي الفوق عندهم كهروسلبيه اكبر. مثلا الا بغينا نقارنوا الذره ديال الهيدروجين مع الليثيوم، الذره ديال الهيدروجين عندها الكهروسلبيه اكثر من الليثيوم. يعني الا كان مثلا بيناتهم واحد الزوج شكون اللي غتجرو عندها؟ هي الهيدروجين اللي عندها الكهروسلبيه سلبيه اكبر. هذا هو معنى ديال كهروسلبيه، اذا اللي قدرت تجر داك الزوج عندها هي اللي كتكون عندها كهروسلبيه اكبر. عموما هذه غير معطيات، هذو غير معلومات في التمارين راه كيتعطى لكم هذا الشيء مكتوب. دابا غنشوفوا وقتاش كتكون جزيئه قطبيه. تكون جزيئه قطبيه الى تحققوا جوج ديال الشروط. الشرط الاول هي انها خاصها تكون كتضم روابط مستقطبه، يعني وحده من ديك الذره تكون قادره تجر داك الزوج الالكتروني لعندها، هذه هي رابطه مستقطبه. الشرط الثاني خص يكون مرجح ديال الشحن الموجبه ومرجح الشحن السالبه غير متطابقين، خص داك مرجح الشحن الموجبه ومرجح السالبه ما يكونوش مطابقين، خص واحد مثلا يكون على اليمين وواحد يكون على اليسار ما يكونوش مطابقين. في حالة لم يتحقق أحد هذين الشرطين الجزيئة ليست قطبية، إذا كان واحد من هاد الشروط هذا غير محقق نقول بأنها غير قطبية. غناخدو أمثلة باش تفهموا بالضبط شنو معنى ديال هاد الروابط المستقطبة وشنو هي معنى ديال هاد المرجح ديال الشحنة. المثال الأول اللي غناخدو هو جزيئة كلور الهيدروجين. جزيئة كلور الهيدروجين الصيغة ديالها هي HCl. هاد جزيئة كلور الهيدروجين تتكون من ذرة الكلور Cl وتتكون من ذرة الهيدروجين H، مرتبطتين برابطه تساهميه بسيطه، بيناتهم كاينه واحد الرابطه التساهميه هي اللي كنطلب بهذا الخط هذا، يعني ان الكلور جابت واحد الالكترون، الهيدروجين جابت واحد الالكترون وشاركوا بيناتهم وعطانا ما يسمى بواحد الزوج الكتروني ولا رابطه تساهميه. اذا اول حاجه الا بغينا نقارنوا كهروسلبيه ديال الكلور مع الهيدروجين، الكلور عندها كهروسلبيه ديالها كبر من الهيدروجين، اذا بما ان الكلور عندها كهروسلبيه كبر من الهيدروجين، اذا الذره ديال الكلور شنو غدير لهذا الزوج هذا؟ غتجرو لعندها، وبالتالي درنا هنا واحد السهم نحو اليمين، الى هذا السهم هذا اللي كتشوفوا هذا اللي هنا، يعني بان الكلور هي اللي غتجبد داك الزوج لعندها، كتلاحظوا باننا درناه في الجهه ديال الكلور، حيت عندها كهروسلبيه اكبر. دونك بما ان الكلور عندها كهروسلبيه اكثر من الهيدروجين، يعني انها غتجر داك الزوج لعندها، وبالتالي نقول بانها مستقطبه، هذا هو معنى ديال مستقطبه. إذا بما أن كلور أكثر كهروسلبية من الهيدروجين فإن الرابطة التساهمية مستقطبة. كون ما كانتش مثلا كون كانت مثلا هنا كذلك على اليسار الكلور، في هذه الحالة الكهروسلبية ديالهم بجوج بهم كيفاش غيكونوا؟ بحال بحال الكلور على اليمين والكلور على اليسار. إذا بما أن غتكون عندهم نفس القيمة ديال الكهروسلبية، وبالتالي في هذه الحالة الجزيئة ما غاديش تكون مستقطبة، لأن ذاك الزوج غيكون وسط حتى وحدة ما غتجرو، حيت عندهم نفس الكهروسلبية. كذلك مسألة أخرى اللي كطرى هنا هي ان هاد الذره ديال الكلور قلتها كتجبد هاد الزوج الالكتروني لعندها، ملي كتجبد هاد الزوج الالكتروني لعندها كتبان عليها شحنه سالبه والهيدروجين كتبان عليها شحنه موجبه. اذا هنا المرجح ديال الشحنه السالبه هو هذا المركز ديالو هنا، والمركز ديال الشحنه الموجبه هو هذا. هاد النقطتين بجوج اللي رسمت دابا واش منطبقتين؟ واش وحده فوق من وحده؟ لا. اذا بما ان وحده ماشي فوق من وحده نقول بان المرجح ديال الشحنه الموجبه غير منطبق مع مرجح الشحنه السالبه. اذا الشرطين تحققوا وبالتالي نقول بان الجزيئه فهي قطبيه. اذا لا ينطبق مرجح الشحنه الموجبه مع مرجح الشحنه السالبه، وبذلك فان جزيئه كلور الهيدروجين قطبيه حيت تحققوا جوج ديال الشروط. الشرط الاول هي مستقطبه، الشرط الثاني مرجح ديال الشحنه الموجبه غير مطابق مع مرجح الشحنه السالبه.
وبالتالي نقول بانه قطبيه، وهذا هو السبب اللي كيخلي ان جزيئات كلور الهيدروجين قابله للذوبان في الماء. ناخذ مثال اخر، قطبيه جزيئات الماء. جزيئات الماء الصيغه ديالو هي H2O، H2O. هاد جزيئات الماء كتكون من ذره ديال الاكسجين O وجوج ذرات ديال الهيدروجين H مرتبطتين برابطه تساويه بسيطه. دونك بالنسبه لهاد الجزيئه ديال الماء شنو كيوقع؟ الذره ديال الاكسجين عندها جوج ديال الالكترونات شيطين، والذره ديال الهيدروجين كل عندها الكترون واحد. دونك شنو كدير؟ اكسجين خصها جوج، وكل وحده من الهيدروجين خصها واحد. اذا شنو كدير هاد الاكسجين هذا؟ كتعطي دوك جوج ديال الالكترونات، وكيجيو جوج ذرات ديال الهيدروجين وكيشاركوا. واحد الذره ديال الهيدروجين كتشارك واحد ديال الاكسجين، والذره اخرى ديال الهيدروجين كتشارك الالكترون الاخر. اذا كاينه رابطه تساهميه. هنا الا بغينا نقارنوا الكاروسيل البيئيه ديال الاكسجين مع الهيدروجين، الكاروسيل البيئيه ديال او اكبر من الهيدروجين. دونك بما انها اكبر من الهيدروجين، وبالتالي شكون اللي يجر داك الزوج الالكتروني؟ هي اكسجين. لذلك درنا السهم في اتجاه ديال او، حيت هي الاكثر كاروسيل البيئيه. دونك بما انها اكثر كاروسيل البيئيه، وبالتالي هي اللي غتجر داك الزوج الالكتروني لعندها، وبالتالي نقول بان هذه الرابطه فهي مستقطبه. اذا بما ان الاكسجين اكثر كاروسيل البيئيه من الهيدروجين، فان الرابطتين تساوميتين مستقطبتان. هذا هو المعنى ديالها. كذلك دابا شنو وقع؟ دابا ملي جرات هاد الاكسجين هاد الزوج الالكتروني ديال اش الاولى، هي بان فيها ناقص واش بان فيها زائد. كذلك الاكسجين عاوتاني جرات داك الزوج اللي دارت مع الذره الاخرى ديال الهيدروجين، وبالتالي بان فيها ناقص واش بان فيها زائد. اذا الاكسجين عندها جوج شحن سالبه، والذره ديال الهيدروجين كل وحده عندها شحنه موجبه. اذا هذا زائد وهذا زائد خصنا نجمعوهم، المرجح ديالهم كيجي هنا في الوسط. دائما المرجح كيكون في الوسط بيناتهم. مثلا عندنا جوج ديال الكريات، المرجح ديال مثلا جوج ديال الكريات ربطنا بيناتهم بواحد مثلا العصا، فالمرجح هنا هو مركز ديال الكتله. المركز ديال الكتله في هذه الحاله فين غيكون؟ كيكون في الوسط. نفس الشيء درنا هنا، اذا عندنا هنا الذره ديال الهيدروجين زائد على اليمين والاخرى على اليسار، اذا المرجح فين كيكون؟ كيكون في الوسط. اذا المرجح ديال الشحن الموجبه هو هذا، المرجح ديال الشحن السالبه هو هذا. اذا واش مطابقين؟ غير مطابقين، يعني واحد ما كيجيش فوق من الاخر، وبالتالي نقول بانها قطبيه. اذا وبما ان مرجح الشحنه الموجبه لا ينطبق مع مرجح الشحنه السالبه، فان الجزيئه قطبيه. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه. غناخذ معكم واحد مثال اخر باش تفهموا وقتاش كيكون المرجح ديال الشحن غير منطبقين. ناخذ مثال ديال ثاني اكسيد الكربون، جزيئه ثاني اكسيد الكربون سي او 2. هاد جزيئه ثاني اكسيد الكربون كيكون فيها اربعه ديال الروابط. اذا سي كدير جوج ديال الروابط مع واحد الذره ديال الاكسجين، وكدير جوج اخرى مع الذره ديال الاكسجين. هنا الا بغينا نقارنوا الكهروسيل البيئيه ديال الاكسجين مع الكربون، الاكسجين هي الاكثر كهروسيل البيئيه، حيت هي اللي كاينه في الليمن في الجدول الدوري. اللي كاينه على اليمين كتكون اكثر كهروسيل البيئيه، واللي على اليسار اقل. اذا بما انها اكثر كهروسيل البيئيه، اذا شنو غدير؟ هاد الاكسجين هذا هي اللي غتجر هاد الزوج لعندها، وهادي غتجر الزوج لعندها. اذا هادي غتبان فيها شحنه سالبه ناقص، شحال؟ جوج ديال الشحن، حيت كاينين جوج ديال الروابط. وهذه حتى هي غيبانوا فيها جوج ديال الشحن سالبه، جوج سالبه. وهنا بالنسبه للكربون شنو غيبان فيها؟ غيبان فيها شحنه موجبه، ولكن شحال من شحنه؟ كنحسبوا الروابط، عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه، اذا اربعه ديال الشحن موجبه. مزيان. دونك اولا كاينه الكهروسيلبيه، يعني ان جزء ان الرابطه فهي مستقطبه، ولكن بقى لنا المرجح ديال الشحن. دابا المرجح ديال الشحن الموجبه كاين هنا، هنا في الوسط. الشحن السالبه كاينه وحده هنا وحده هنا، المركز ديالهم فين غيكون؟ هاد المثال ديال جوج كريات اللي قلت لكم، اذا كيكون في الوسط. اذا ما بين او، ما بين هاد او وهاد او، الوسط ديالها فين هو؟ الكربون. اذا المركز ديال الشحن السالبه هو هذا، اذا هنا يكون عندها اربعه ناقص. اذا كتلاحظوا بان الشحن الموجبه، مرجح الشحن الموجبه منطبق مع مرجح الشحن السالبه. دونك بما انهم منطبقين، اذا نقول بان الجزيئه ديال ثاني اكسيد الكربون غير قطبيه. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه. السلاسل ديال التمارين غنشوفوا امثله اخرى. عموما بالنسبه لكم انتم خطرت كاين غير هاد جوج ديال الامثله اللي هي كلور الهيدروجين وجزيئات الماء.